ومن أحاديث الفتن ما جاء في الصحيحين عن حذيفة رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه قال: أيكم يحفظ الحديث الذي في الفتنة؟ فقال حذيفة: أنا. فقال عمر رضي الله عنه: إنك لجريء، يعني لحافظ. ومعلوم أن حذيفة كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر والفتن، فقال: أنا. فقال: إنك لجريء. فقال: حدثني. فقال حذيفة: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقال عمر رضي الله عنه: إنما أريد الفتنة التي تموج كموج البحر. فقال حذيفة رضي الله عنه: إن بينك وبينها بابا مغلقا. فقال عمر رضي الله عنه: أيفتح ذاك الباب أم يكسر؟ قال: يكسر. فقال رضي الله عنه: إذا انكسر لن يغلق، لأنه لو انفتح لبقي، لكن لما انكسر لا يمكن أن يقوم باب. فقيل لحذيفة: أكان عمر رضي الله عنه يعلم من هو هذا الباب؟ فقال: نعم، كما أنما بعد الليلة غد، وقد حدثته بحديث ليس بالأغاليط، يعني هو يدركه ويفهمه. قال بعضهم: فهبنا أن نسأله، فسألناه عن هذا الباب فقال: إنه عمر. وبالفعل فإنه لما قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه حصلت الفتنة في عهد عثمان، ووقع السيف في الأمة، ومن ثم فإن هذا السيف لن يرفع إلى قيام الساعة كما أخبر عليه الصلاة والسلام. وهذا السيف الواقع لن يجتمع معه سيف آخر، لقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله لن يجمع على أمتي سيفين، سيفا منها وسيفا من عدوها. وأما قوله فتنة الرجل في آله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصدقة والصوم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ذلك لأن الإنسان قد تحصل منه أخطاء بالنسبة إلى هؤلاء المذكورين، فتكون هذه العبادات المذكورة مكفرة لما حصل منه تجاه هؤلاء أو تجاه الانشغال بهم عن ذكر الله.